اهلا بيكم في حلقه جديده من التفصيل. انا مسنت النهارده احنا في الورشه زي ما انتم شايفين المكان متغير شويه. النهارده هنعمل فيديو عن الخياطه من ضمن فيديوهات الف ب خياطه. كذا حد كان بيسال عن شريط الجومي وازاي شريط الجومي بيتركب في طرف الفساتين. شريط الجومي مشهور بالانجليزي بالهورس بريد او نوع من الضفيره، يعني هو مش نسيج سده ولحمه وورب ويفت زي النسيج العادي، لا هو بيعمل معمول زي الضفيرة المتداخلة، يعني الألياف نفسها بتبقى ماشية كده زي الضفيرة المتداخلة وبيبقى ليه أعراض مختلفة. إيه الغرض من حاجة زي كده؟ الشريط دوت معمول علشان يديني مطاطية وفي نفس الوقت معمول من البلاستيك عشان يديني نشفان. الفكرة في طريقة الجدل بتاعه بتخليه دايما ورب، فبالتالي لما باجي أشده ما بيبقاش فيه مشاكل لأنه على طول بيتشد على طول بيتمط. معمول من البلاستيك فبيديله سماكة، فلما باجي استخدم حاجات زي الكلوش ببقى عايزة حاجة تنفش الكلوش بتاعي من غير ما احط تل، من غير ما البس جيبونه، من غير ما اعمل حاجات كتير. فابسط حاجه بنعملها لما عايزين ننفش فستان من تحت او نديله شكل جمالي شويه هو ان احنا بنركب شريط الجومي دوت. في منه انواع ارفع شويه بتتركب في الشيفونات مثلا، بديل الستايل القديم شويه اللي كانوا بيركبوا سلك في طرف الشيفون فالشيفون تلاقيه ملولو كده، بقى دلوقتي شريط اعرض شويه فشكله بيبقى اشيك شويه. النهارده هنتعلم ازاي نركبه. طريقه تركيبه سهله جدا جدا اكتر مما تتخيلوا. في حاجه تانية قبل ما اتكلم عنها، في قماش جومي مش شريط جومي، قماش جومي ودوت ليه انواع كتير وليه اشكال كتير وليه جودات مختلفه. اوقات اصلا كان في تول بيسموه تول الجومي اللي هو التول التقيل قوي. الجومي بقى الجديد اللي هو قماش الجومي اللي موجود دلوقتي ده الاسم الدارج ليه، ده بيبقى انشف ومش زي التول وبرده ناشف وماسك روحه وبيبقى ليه سمكات مختلفة ممكن نبقى نتكلم عليه في فيديو تاني. بس كل سمكة بنستخدمها بشكل معين وبيبقى حروفه اوقات ناشفة، يعني تحس ان انت زي سلك مثلا، فلازم نبقى واخدين بالنا في حاجة زي كده ان احنا نبقى مسرفلينه كويس ومغطينه كويس. ده يمكن موضوع فيديو تاني، لان شريط الجومي ملوش اي حروف غير بس بدايته ونهايته وسهل جدا ان احنا نغطيها. النهاردة هنتعلم ازاي نركب شريط الجومي. ده العينة بتاعتي، العينة قصيتها زي الكلوش يعني نص دايرة كده، بس طبعا دي نص دايرة ضيقة يعني، فأنا بس هوريكم الطريقة ازاي. وده الشريط الجومي اللي عندي، ده أقل عرض شوية من الشفاف وعملته اسود بس عشان يبان. ده تقدروا تجيبوه من حارة المزين وأوقات محلات السواري كمان بتبيعه، بس موجود في حارة المزين ده أكيد. باجي عندي وش القماش ناحيتي وبروح مركبه الشريط بتاعي. طبعا انا الطبيعي بركبه وانا بقفل الدايره بتاعه الكلوش، يعني بعد ما بقفل الجناب والظهر بتاع الجيبه، بس دلوقتي انا هعمله على المفتوح علشان بس العينه. يعني بخيط على سنتي وبشد الطرف بتاع الجومي وانا بخيط. ليه بشد الطرف؟ لان الدايره بتاعتي طبعا كلنا عارفين ان حرف الدايره هو اكبر قطر في الدايره، كل ما بدخل لجوه كل ما الدايره بتضيق، فلو ما شدتش شدة صغيرة في الجومي قبل ما خيطه الطروف اللي جوه دي هتكلكع بزيادة. وانا بشد اخلي بالي هتلاقوا الجومي ما بقاش على الحرف، في فرق 2 ملي بينه وبين القماش، خليكوا على الحرف ده علشان لما الجومي يريح بعد الخياطة يبقى واخد السنتي براحتي. فانا عندي فرق كده بسيط بس 2 ملي، مش لازم اشده قوي عشان ما يكلكعش القماش، انا بس بشده شدة صغيرة. وبعد كده بعد ما بقرب من النهاية بروح قصة زيادة. الحروف دي ليها اكتر من طريقه. انا طبعا بخيط على المقفول، ممكن ان انا احط بيه على كل طرف وبعد كده خيطه، او ممكن في الاخر اخيطه. بصوا بقى منظر اللي جوه ازاي ملموم شويه مش مكلكع. بعدين ببدا الف لبره، ده الوش بتاعي اهو، وطبعا ممكن اكويه كاويه بس عشان القماش ده دمور وسهل ان انا اثبته بايدي كده مش هكويه، بس انا ممكن اكويه لو انا بعمله على قماش حقيقي مثلا ساتان او حاجه. وببدأ ألفه لجوه، ولو القماش سهل ان انا دبس فيه من غير ما الدبابيس تعلم بدبس، لو مش سهل للأسف هضطر ان انا كل شوية اعمل الحاجة دي بإيدي. شريط الجومي على فكرة اوقات بيتباع برة، بتبقى الطرف اللي جوه ده بتسرط فيه خيط بيشدوه علشان يقدروا يداروا الكلكعة اللي بتحصل او هتشوفوها دلوقتي زي المنظر ده، بس احنا نقدر نعمله برضو بكل سهولة بالطريقة اللي احنا بنعملها، مش لازم يعني اسرر طول الشريط كله علشان يبقى فيه اي مشكلة. بدبس وبتجاهل كل الكلكعة اللي حصلة دي، اهم حاجة ان كل ناحية بدبسها يبقى الشريط واخد راحته ومش ضغطاه وعلى نفس المسافة او البعد بين الحرف، لان احنا هنعمل غرزة لف، وغرزة اللف بتبان حتة صغيرة قوي بره.
طبعا بشتغل بخيط لون القماش مش اسود زي ما انا شغاله، وبعمل غرزه اللف. طبعا في فيديو كامل عن غرزه اللف، بس باختصار انا باخد يعني فتله او فتلتين من القماشه وبرجع تاني. لو القماش تخين استخدمه فتله ميدوز، لو القماش رفيع استخدمه فتله مفرد، مش محتاجين فتله ميدوز. واحاول اخلي الغرزه بتاعتي على بعد سنتي او 2 سنتي، اهم حاجه ان تبقى نفس البعد عشان من بره لو الخيط بان ما يبقاش باين الغرز مش منتظمه. والخيط في النص السنتي ده بسرره جوه الشريط نفسه علشان وانا بخيط يبقى ايه، يعمل نفس التاثير بتاع كاني مسرره خيط وشداه. والغرز اللف اليدوي علشان هو مش لوك ستيتش زي المكنه، يعني مش بيثبت الحاجه في مكانها بالظبط، بيدي مساحه للشريط ده ان هو يتنفس وان هو ما يكلكعش معايا. بعد ما بخلص بعقد العقده بتاعتي، طبعا من هنا وخلصت الشعينه كلها، انا بس بوريكم بيتثبت ازاي. اهم حاجه في الاخر ان انا خيطه غرزه فلات، يعني الطبقتين على بعض مش زي ما بخيطهم وش في وش. وممكن بعد كده اروح جايبه شريط بيه ومغطيه بس الحروف علشان المنظر وعشان كمان ما نشوتش حد. شريط البيه بثبته يدوي عادي جدا باللف، مفيش اي مشكله، او حتى الشريط الستان. لو عجبكم الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك وشير وتنشروا اصحابكم المهتمين بالخياطة. كمان ما تنسوش تشوفوا باقي السلسلة اتقلم فيه خياطة. في اسئلة كتير جدا بتجيلي اجاباتها موجودة في الفيديوهات. انا عارفة ان الموضوع عبس شوية، الفيديوهات كتيرة، بس ده معناه ان في محتوى كتير تقدروا تشوفوه وتتعلموا منه، خصوصا الناس اللي بتبدأ تتعلم خياطة. في جروب خاص لينا اسمه بالتفصيل على الفيسبوك، في كل الناس المهتمين بالخياطة بنسأل وبنرد على بعض. كمان تابعوني على السوشيال ميديا على انستجرام، وما تنسوش تشوفوا اقتراحات اليوتيوب هنا وهنا. دوسوا على زر الاشتراك لو مش دايسين عليه، والجرس اللي جنبه عشان يوصلكوا تنبيهات بالفيديوهات اول ما تنزل. اشوفكم على خير المره الجايه. باي باي.